بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. يوم محاضرتنا نتكلم عن الـ exact ordinary differential equation. المعادلة تبعيتنا غير تكون بهذا الشكل، إشي دلالة xy dx زائد إشي دلالة xy dy يساوي صفر، ونسميها exact. إذا كان هذا الإشي اللي هو of two variable اللي هو بنسميه M اشتقيناه بالنسبة لـ y، ومسكنا الثاني اللي هو اسمه N اشتقناه بالنسبة لـ x، وطلع الجواب متساوي، يعني M بالنسبة لـ y تساوي N بالنسبة لـ x. ساعتها شو بنحكي؟ إذا هذول الثنتين متساويات بنسميها exact. طيب شو الفائدة من هذا الإشي؟ في نظرية بس بدناش نثبتها هون، بتقول إذا كان هاي الإشي متحقق وكانت المعادلة exact، بكون الأم يوجد اقتران اسمه في of x و y. لما تشتقوا بالنسبة لـ x بطلع M، ولما تشتقوا بالنسبة لـ y يطلع N، وهذا الاقتران لما تسوي constant C هاي المعادلة هي solution لمين؟ لهاي المعادلة اللي هي مسميها exact. طيب خلينا نبلش نحل. طيب ناخذ أمثلة. المثال الأول اللي بنتكلم عنه، طيب اللي هو عبارة عن الاكزامبل الاول 3x سكوير ماينس 2xy زائد 2 dx زائد 6y تربيع ناقص x تربيع زائد 3 دي واي يساوي صفر مثلا. هاي المعادلة. طيب اول اشي بدنا نتأكد انها اكزاكت ولا لا، فبنسمي هاي اللي هون هاي ام، وهاي بنسميها ان، وبعدين بنقول بدنا نشوف انها اكزاكت ولا لا. شو بنعمل؟ بنشتق هاي بالنسبة لواي. طيب بدك تقول لي ما انا ما اخذت، شو يعني اشتق بالنسبة لواي؟ يعني بدي اشوف كل اشي في اكس بعتبره كونستانت، يعني شو مشتقة الكونستانت اللي هو 3 اكس تربيع بدي اعتبره كونستانت بالنسبة لواي يعني صفر. شو مشتقة الكونستانت هذا سالب 2 اكس بدي اعتبره زي 5، يعني مثلا رقم واي يعني زي 5 واي، شو مشتقتها 5، وبالتالي هون بصير الجواب سالب 2 اكس ومشتقة 2 صفر. هسا بالنسبة لان بدي اشتقها بالنسبة لاكس، بيطلع الجواب شو؟ اشتقوها بالنسبة لـ x الآن، ولاحظوا مشتقتها بالنسبة لـ x هاي اللي هي y تعتبر ثابت بالنسبة لـ x، وبالتالي مشتقتها صفر وثلاث صفر، هون بيطلع سالب 2 x لأنه عندك سالب x تربيع، وبالتالي هذول متساويات. So it is exact. طيب it is exact. طيب شو exact؟ اللي انا حققت المعادله بسمى ام واي يساوي ان اكس. اذا بدك تحفظها بس زي كانك بتقول ماي ايكويجن از نورمالي اكزاكت، بس عشان تحفظها. طيب اذا كان زي هيك شو بدي اعمل؟ بقول على طول اذا في اوف اكس يوجد اقتران، لما اشتقه بالنسبه لاكس بعطيني الام اللي هي 3 اكس تربيع ناقص 2 اكس واي زائد 2، ولما اشتقها بالنسبة لـ y بيعطيني 6y تربيع ناقص x تربيع زائد 3. الآن هاي المعادلة اللي هي في of x بدي أطلع فيه، أنا قاعد بدور على شو عفيه، أنا هدفي أوجد إيش فيه. إذا أوجد فيه انتهى حل السؤال. فباجي بقول هاي شو يعني أحط x1، يعني مشتقة بالنسبة لـ x، وبالتالي بدي أكاملها وأقول إذن في تساوي تكامل هذا الاشي بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة لإكس. طيب اذا هاي بدها كامل بالنسبة لإكس. يلا شو تكامل هاي؟ منقول 3 إكس تربيع على 2، طبعا الواي بتعتبرها ثابت هون، وبالتالي شو تكامل هاي بالنسبة لإكس؟ يعني هي تساوي سالب 2 إكس تربيع على 2، والواي ثابت خلي زي ما هي. شو تكامل 2؟ 2 إكس.
وشو تكامل طبعا زائد ايش سي، لكن هون الثابت بالنسبة لي هو الواي بعتبره ثابت، بالتالي هو اقتران دلالة واي بتسميه اف اوف واي. هذا اشي جديد اول مرة يمر عليك. طيب الان طبعا هون نسينا ثلاث على ثلاث، طيب بالتالي الثلاث مع الثلاث بتروح، الاثنين مع الاثنين بتروح. الان شو بدي اسوي؟ بدي اوجد، ظلت علي اوجدت الفي لكن ظل علي هون اقتران اسمه في، في اوف واي اكس تكعيب ناقص اكس تربيع واي زائد اف اوف واي، نسينا الاثنين اوف اكس، زائد اثنين اكس زائد اف اوف واي. بدنا نوجد الان اف اوف واي ونكون خلصنا كل اشي. لكن كيف بدي اوجد اف اوف واي؟ بقول انا طلعت الفي لكن انا بعرف معلومة ثانية نسينا نشتغل عليها اللي هو في اوف اكس وبعرف في اوف واي، فبروح امسك الفي هاي وبشتقها بالنسبة لواي اللي هي شو مشتقة اكس تكعيب بالنسبة لواي؟ صفر. شو مشتقة سالب اكس تربيع واي؟ واي هون يعني هاي ثابت هي سالب اكس تربيع. شو مشتقة اثنين اكس بالنسبة لواي؟ صفر، لانه الاكس مشتقتها بالنسبة لواي صفر لانها ثابت بالنسبة لواي. شو مشتقة اف اوف واي بالنسبة لواي؟ اللي هو ما بنعرفه بنسميه اف برايم الواي. طيب الان باجي هاي بجيبها من هون هيك وبحطها هون وبساويها، بقول في اوف واي اصلا انا بعرفها اللي هي 6 واي تربيع ناقص اكس تربيع زائد 3، وبالتالي هاي بتروح مع هاي بيصير عندي الاف واي برايم اللي هي 6 واي تربيع زائد 3. على طول بقول اذا بدي اطلع وكله بدلاله واي، لاحظوا اذا اف برايم الواي يساوي 6 واي تربيع زائد 3. اذا الان بدي اوجد اف اوف واي، بدي اوجد اف اوف واي شو بعمل؟ بكل بساطة بقول كامل، بس هاي المرة تكامل بالنسبة لواي، تكامل 6 واي تربيع زائد 3 دي واي، ويساوي شو تكامل هاي بالنسبة لواي؟ 6 واي تكعيب على 3 زائد 3 واي، هاي المرة زائد ايش؟ كونستانت سي. طيب اذا بتحبوا تقولوا زائد سي لانه انا كله هون بدلالة واي ما فيش اكس. وبالتالي الآن بروح عند هاي هذا الاقتران في اللي هون شفناه والاف اوف واي اللي هون وبجمعهم مع بعض وبصير عندي في تساوي اكس تكعيب ناقص اكس تربيع واي زائد 2 اكس زائد اف اوف واي اللي هي 6 على 3 اللي هي 2 واي تكعيب زائد 3 واي. طبعا هاي الفي زائد سي وهون بقول يساوي سي، يعني هون زائد سي بودي على الطرف الثاني يساوي سي. اذا هذا هو الاشي اللي بنسميه is the solution. يعني احنا قلنا اي معادلة من الدرجة الاولى معادلة differential equation نحلها هو عبارة عن علاقة بين الاكس والواي، هيك بنكون حلينا حسب القاعدة تبعيتنا هون اللي قلنا عنها هون اللي هي its solution is given by phi xy يساوي ايش؟ c. طيب لو كانت مش exact وين بصير المشكلة؟ يعني لو هذا الشرط ما تحقق هل هاي الامور ما بتزبط؟ نعم، تيجي لما تيجي بدك تشتق هون تكامل غير تلاقي في غير يظهر عندك مشكلة. وين المشكلة مثلا؟ لما تيجي تكامل هاي بالنسبة لإكس وبالنسبة لواي غير لما تيجي تقارن هاي بهاي. لاحظوا هون لما قارنا هاي شطبت مع هاي وهون ظلت اف برايم اوف واي كلها بدلالة واي بالصدفة. لو كانت مش اكزاكت هون غير يطلع بظل اشي بدلالة اكس ما فاهم ما بتستفيد. طيب نشوف حل سؤال اخر. سؤال اخر اللي هو مثلا السؤال اي. طيب السؤال اللي هو شو بحكي؟ اي اكس ساين واي ناقص 2 واي ساين اكس دي اكس زائد اي اكس كوساين واي زائد 2 كوساين اكس
دي واي يساوي صفر. مرة ثانية نتأكد انه هاي اكزاكت ولا لا، فعلى طول اول شيء بنسمي هاي ام وهاي بنسميها ان، وبعدين بنشتق ام بالنسبة لمين؟ واي. بنقول my equation is normally exact، بدنا هذول يا رب يكونوا متساويات. يلا نشتق هاي الام بالنسبة لإكس، شو مشتقت هاي بالنسبة لواي قصدي؟ اي اكس ثابت بظل زي ما هو، شو مشتقت ساين بالنسبة لواي؟ كوساين واي. شو مشتقت هاي؟ سالب اثنين ساين اكس كأنه ثابت هذا في واي، فبظل الثابت زي كأنك تقول خمسة واي، شو مشتقتها؟ خمسة. شو مشتقت سالب اثنين ساين اكس واي؟ نقول سالب اثنين ساين اكس. هسا بنشتق ان بالنسبة لإكس، شو مشتقت الاكسبوننشال نفسه والكوساين واي ثابت بظل مثل ما هو، زائد شو مشتقت اثنين اكس اثنين كوساين اكس، مشتقت الكوساين سالب وفي عندك اثنين ساين اكس، فتلاحظوا ان هذول متساويات وبالتالي اكزاكت المعادلة. طيب بما انها اكزاكت البروسيجر اللي اتبعناها قبل شوي غير تزبط معنا، فشو بدنا نعمل؟ يلا اول خطوة بعملها هون اني بقول انه في اوف اكس تساوي الام اي اكس ساين واي ناقص اثنين واي ساين اكس، وفي اوف واي او في واي قصدي مشتقة هي الان اللي هي اي اكس كوساين اي واي زائد اثنين كوساين اكس. طيب قد يتوارد لكم في ذهنكم طيب مين قال انه هذا الاشي صح؟ بنقول نعم صحيح، ممكن تتأكد من السوليوشن، بس كمان في شغلة ثانية انه هذا مبرهن، بس احنا ما بنبرهن الان. هسا بكامل هاي بالنسبة لإكس عشان اخلص مشتقة. ممكن واحد يقول لي طيب ليش ما تكامل هاي بالنسبة لواي؟ بقول له بيصير، كله بيصير، يا هاي يا هاي. طيب بس انا بدي اكامل مين؟ الاسهل. مين اكامله اسهل، هاي ولا هاي؟ هاي بالنسبة لإكس بدي اكاملها، فكلها ثابت اتوقع نفس السهولة. فبقول في تساوي تكامل اي اكس ساين واي ناقص اثنين واي ساين اكس دي اكس. فشو بصير هسا تكامل بالنسبة لإكس، فالاي اكس هاي ثابت بظل مثل ما هي، وتكامل الاكسبوننشال نفسه ناقص اثنين واي ثابت ما هو، شو تكامل الساين اكس اتوقع كوساين اكس بس بالسالب سي زائد، زائد ثابت اللي هو بدلالة واي فهو اقتران اف اوف واي. الان بقول انا بدي اطلع الاف اوف واي، طبعا هدفي اول شيء اطلع شو هي فيه، لكن طلعت فيه تقريبا، لكن ظل علي شو اعمل؟ اطلع الاف. الان عشان اطلع الاف ما علي الا اشتق بالنسبه لواي، لانه انا عندي علاقتي بالنسبه لواي هاي، وبالتالي شو مشتقتها بالنسبه لواي؟ اي اكس مشتقتها بالنسبه لواي، شو مشتق الساين الواي؟ كوساين واي. طيب زائد الكوساين ثابت والاثنين ثابت، وبالتالي 2 كوساين اكس بالنسبه لواي شو مشتقتها؟ 2 كوساين اكس، زائد اف برايم الواي. ولانها اكزاكت لاحظوا انه هسه لما اساويها بالقيمه هاي اللي هون شايفينها هون، غير يطلع كله يشطب ويضل اشي بدلاله واي، لانها اكزاكت. اي اكس كوساين واي زائد 2 كوساين اكس، لاحظوا هذا شطب مع هذا وهذا كمان شطب مع هذا، وبالتالي شو ظل؟ اف برايم اوف واي يساوي صفر، وبالتالي اف برايم اوف واي هو تكامل الصفر ثابت سي، اسف اف الواي يساوي سي لاني كاملت. طيب وبالتالي شو بنستنتج هون؟ سو على طول بنقول في اوف اكس واي شو بيساوي؟ سي قصدي هون في اوف اكس واي يساوي سي، وبالتالي ما هي في اوف اكس؟ هيها بدي ادمج هاي القاعده مع قيمه الاف هون، هذول الثنتين بدهم يروحوا هون، فبقول اي اكس ساين الواي زائد 2 كوساين اكس زائد سي يساوي سي. طبعا هاي سي 1 هاي سي 2، بدي على الطرف الثاني بصير كلها اي اكس ساين
واي زائد 2 كوساين اكس. وبالتالي لما يكون في ثابت يفضل ما تحطه لانه بالاخير غير تقول يساوي سي. اذا هاي السوليوشن از ذا سوليوشن للمعادله هاي. ماشي. وبالتالي اذا كتبت واي بدلاله اكس واشتقيتها والمهم تحقق هاي المعادله. طيب نشوف في عندنا ايش قاعده بتحكي اذا كانت المعادله مش اكزاكت. اذا كانت المعادله مش اكزاكت وفي الاغلب تكون مش اكزاكت، في شيء بنسميه انتجريتنج فاكتور بنسميه ميو نضربه بالمعادله مرات بيخليها تصير اكزاكت. في طريقتين عندنا، في اكثر من طرق لكن المطلوب منا طريقتين. الميو اوف اكس اذا اشتقيت ماي ام بالنسبه لواي وان بالنسبه لاكس وطرحتهم وقسمت على ان وطلعت بدلاله اكس وبس ما فيهاش واي، معناته هاي الميو اوف اكس تساوي الاكسبوننشال هاي تكون انتجريتنج فاكتور، يعني لما اضربها المعادله تتحول لاكزاكت. واذا ما زبطت وصارت دلاله اكس وواي فبروح احاول هاي واقسمها على ام. اذا كانت دلاله واي بس بتصير هاي هي اللي هي تكامل هاي بالنسبه لواي اي تطلع ايش انتجريتنج فاكتور، يعني اضربها بالمعادله تتحول لاكزاكت. خلينا نشوف امثله يمكن احسن من هذا الاشي. طيب نشوف المثال التالي. شو المثال اللي بدنا ناخذه؟ اللي هو المعادله التاليه 3xy زائد y تربيع dx زائد x تربيع زائد xy dy يساوي صفر. هسه شو بدي اعمل؟ بدي احسب الام ماي، بدي اسمي هاي مثلا ام مبدئيا وهاي ان واشوف. يلا شو مشتقه ما هاي بالنسبه لواي؟ 3 اكس وهاي 2 واي. شو مشتقه الان بالنسبه لاكس؟ 2 اكس زائد واي. هل هاي بتساوي هاي؟ نو no. وبالتالي نوت اكزاكت. اذا ما اروح اغلب حاله واستخدم هذيك الاسلوب لانه غير ما يفيدني. طيب شو بدي اعمل؟ حسب القاعده هاي بروح اقول بجرب اول اشي. بقول ماي ناقص ان اكس وبقسمها حسب القاعده، انا مش حافظ خلينا نشوف، بقسمها على شو؟ على ان. وبقول يا رب تكون دلاله شو؟ اكس ولا واي؟ استنى شوي خلينا نشوف هون دلاله ايش؟ اكس. هاي بدي احفظها. خلينا نحسبها يلا مع بعض. 3 اكس ناقص 2 اكس اكس، 2 واي ناقص واي واي، على الان اللي هي اكس تربيع زائد اكس واي. خذوا عامل مشترك اكس هون بيظل اكس زائد واي، وهون عندك اكس زائد واي، هاي بتروح مع هاي بيطلع الجواب واحد على اكس. طيب اذا هل هاي بدلاله اكس؟ يس اكس اونلي، او بقولوا ان terms of x only. وبالتالي على طول بقول so mu اللي هي بدلاله x غير تكون تساوي e قوه تكامل هذا الاشي اللي هو 1 على x dx. وبكامل شو تكامل هاي؟ لين الx. طبعا هو لين مطلق x لكن انا بدي اعتبرها موجب الx مبدئيا، يعني تذكروا هذا الشرط عشان بيساعدني. وبالتالي الجواب هنا اكس. وبالتالي الان باجع المعادله الاصليه اللي كنت زعلان منها ومش اكزاكت وبضربها باكس. خلينا نضرب هاي كلها باكس، شو بصير عندي ناو؟ لما اضرب هاي المعادله كلها باكس شو بصير؟ بصير 3 اكس تربيع واي زائد اكس واي تربيع دي اكس زائد x تكعيب زائد x تربيع y دي y. هسا هاي is exact. تتحدوا؟ خلينا نتحدى بعض يلا. هسا بدي اقول ام بدي اشتقها بالنسبه لواي، شو بتطلع؟ 3 x تربيع، وهاي بدي اشتقها بالنسبه لواي بصير 2 x y. هسا الان بدي اشتقها بالنسبه لx تطلع 3 x تربيع، وهاي بدي اشتقها بالنسبه لمين؟ x. الواي ثابت وبالتالي بصير زائد 2 اكس والواي ثابت ظل مثل ما هو. هل هذول متساويات؟ نعم. اذا بنقول
it is exact. ممتاز. إذن هسه عبد التبع البروسيجر هذيك وأقول إذن في of x يساوي الأم الجديدة هاي 3 x تربيع y زائد آسف x y تربيع والفي of y أو في y قصدي تساوي إيش x تكعيب طيب زائد x تربيع y. الآن هون بدي أشتغل على هاي بقول في طيب أنا دائما بشتغل على هاي خلينا نجرب نشتغل على هاي بدي أكامل أقول هون بنهاي في بدي أغير البروسيجر عشان تعرفوا إنه ممكن أكامل هاي أو هاي أبلش فيها بدي أقول في أوف واي تكامل بالنسبة لواي هسا إكس تكعيب زائد إكس تربيع واي بدي أقول إذن هاي مثلا تساوي إكس قوة 4 على 4 زائد أنا بكامل آسف بكامل بالنسبة لواي وبالتالي شو بيطلع الجواب يساوي بالنسبة لواي هذا ثابت بتاز شو تكامل الخمسة خمسة واي شو تكامل اكس تكعيب واي زائد شو تكامل هاي اكس تربيع ثابت ما هو واي تربيع على اثنين زائد ثابت اللي هو الاكس ما هي ثابت وبالتالي بكون اف اوف اكس اذا انا بدي اول شيء اطلع شو هي فيه الان شو بدي اطلع شو هي اف وبالتالي بقول هاي الاف اللي عندي اللي هي في خلينا نقولها اكس تكعيب واي اكس زائد اكس تربيع واي تربيع على اثنين زائد اف اوف اكس بدي اشتقها بالنسبه لمين لواي شو بتطلع عندي بتطلع عندي كمشتقه اكس تكعيب هون بدي اشتقها بالنسبه لواي بتطلع اكس تربيع واي زائد آسف أنا بدي أشتقها بالنسبة لإكس نشتقها بالنسبة لمين إكس ها لأنه أنا طلعت في أوف واي باستخدام هاي بعدني ما استخدمت بدي أحطه مربع أحمر بدي أسع أقول يلا في واي تساوي مشتقتها بالنسبة واي إكس تكعيب مشتقتها بالنسبة لا حول ولا قوة إلا بالله إكس يلا في إكس اشتقتها بالنسبة لإكس 3 إكس تربيع واي اشتقتها بالنسبة لإكس 2 إكس 2 مع 2 تروح بصير إكس واي تربيع زائد أف برايم أوف إكس هاي شو بتساوي من هاي ها 3 إكس تربيع واي زائد إكس واي تربيع لاحظوا إنه هاي بتروح مع هاي وهاي بتروح مع هاي إذن أف برايم أوف إكس يساوي صفر إذن أف أوف إكس تساوي سي وبالتالي سو منقول في اوف اكس واي بدي استخدم الان ايش قيمة الاف هاي وهاي المعادلتين هذول باخراج هاي يلا بصير عندي يساوي اكس تكعيب اللي هي تساوي سي هنقول هون يلا اكس تربيع واي زائد اكس تربيع واي تربيع على اثنين زائد C يساوي C1 هون C2 هاي بتودي على الطرف الثاني إذا X تربيع Y زائد X تربيع Y تربيع على 2 يساوي C هاي is the solution للمعادلة هذيك طيب طيب نشوف آخر سؤال بنحله بالمحاضرة هاي طيب شو السؤال بنحله وقول لك طيب خذ هاي المعادلة البسيطة اللي هي y dx زائد 2xy ناقص e قوة سالب 2y dy يساوي صفر الآن شو بدي أعمل بدي أروح أقول هاي بدي أسميها أم على أمل أنها تكون إكزاكت وهي أن بقول يلا واي شو مشتقة أم واي اللي هي واحد أن إكس شو مشتقتها بالنسبة لإكس اثنين الواي ثابت اثنين واي ناقص بالنسبة لإكس شو مشتقتها صفر وبالتالي هل هذول متساويات لا إذن not exact إذا شو بدي أعمل عشان تصير إكزاكت طيب
بدي ادور على انتجريتنج فاكتور، قلنا اول خطوه بتعملها بتمسك ماي ناقص ان اكس وبتقسم على شو، انا ناسي صح، وبتقول يا رب تكون دلاله اكس، هيها ماي ناقص ان اكس على ان، بتقول يا رب تكون دلاله اكس. نشوف هل هاي بدلاله اكس ولا لا. نشوف تساوي 1 ناقص 2 واي على ان اكس، على ان قصدي مبين من بداية انها لا. هل هاي غير تنشطب مع هاي وتظل بدلالة اكس؟ نو هاي not in terms of x only. اذا هذا هاي ما زبطت معنا. طيب نيجي على الاشي الطريقة الاخرى اللي هي بقول بعكس هاي، مثلا بقول ان اكس ناقص ام واي. ما هو عندي اسلوبين انا، لاحظوا يا هذا الاسلوب يا هذا الاسلوب، بس هون بدك تقسم على ام وتشقلب اللي فوق، وبدك تقول يا رب تكون تيرمز اوف ايش؟ عكس واي. فنقول هون ان اكس ام واي تقسيم ام يساوي، يعني هاي ناقص هاي بصير 2 واي ناقص 1 على ام اللي هي واي. لاحظوا انه هاي مبين من البداية انها كلها بدلت y in terms of y only. ممتاز، هاي بتصير 2 ناقص 1 y. اذا على طول بقول mu of y تساوي e قوة حسب ما احنا هون مش من عندي، هاي من القانون degrading factor e قوة تكامل هذا الاشي 2 واحد على y دي y. طبعا ليش بدي اياها بدلالة y only؟ عشان اكامل وما يكون في اشي بدلالة x. لاحظوا بصير e قوة 2 y ناقص ln ال y. هون بدي اعتبر انه ال y موجبة عشان نروح المطلق، فال e exponential بتوزع هون وهون، بده يصير e قوة 2 y، ال e مع ln بتروح بصير y هون بعد المطلق بروح. اذا هاي ميو اللي هي هيك بتكون دلالة y. الآن بدي أضرب هاي المعادلة فيها. طيب يلا نضرب مع بعض، بتصير بعد ما أمسك هاي المعادلة وأضربها بشو؟ بواي إي قوة 2 واي، بتصير واي تربيع إي قوة 2 واي دي إكس زائد 2 إكس y تربيع، هاي ال y مع ال y هاي، e قوة 2 y ناقص y، وهاي ضرب هاي شو بصير؟ 1 2 y ناقص 2 y بصير 0، يعني e قوة 0 1. هاي d ايش؟ x. خلينا نتأكد انه هاي المعادلة الجديدة بعد ما سمي هاي m وهاي m، هل هاي exact ولا لا؟ my دلالة x هاي غير تكون الأول في مشتقة الثاني، مشتقة الثاني اللي هي 2y، وفي عندي 2 زائد الثاني في مشتقة الأول اللي هي 2y، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، والآن x نشتقها بالنسبة لx. طيب شو مشتقة هاي؟ لاحظوا تعتبر هذا الأول، يلا الأول في مشتقة الثاني e قوة 2y، وفي 2 هون دي اشتق بالنسبة لمين؟ x، آسف بالتالي هذا كله ثابت بالنسبة لx، وبالتالي أنا متأسف بطلع الجواب هو زي 5 x ومشتقته 5، بالتالي هذا كله ثابت ومشتقته 2y تربيع e قوة 2y. وشو مشتقتها بالنسبة لx؟ شو اسمه، في اشي مش صحيح باللي عملناه، هنتأكد وين المشكلة. واي هي لازم تطلع اكزاكت لانه مستحيل ما تطلعش حسب نظريتنا، y تربيع e قوة 2y طيب
ثواني معادلتنا هذه integrating factor تبعنا نتأكد منه شو بطلع من الواي انا نسيت شغلة مهمة هون انا اسف في عندي خطأ لازم نعدله الان شو هو الخطأ اللي بدنا نعدله لاحظوا هون السالب هذا مهم فهذا بطلع لفوق هون يعني بصير الجواب اي قوة 2 واي في اي قوة لن واي قوة سالب واحد هاي بتروح مع هاي وبالتالي الجواب غير يطلع هون بدك تقسم على واي مش تضرب بواي وبالتالي انتجريتنج فاكتور مش تضرب بواي تقسم على واي كانت هاي مهمة طيب اذا هذا كله بدنا نعيده هون يلا لما نضرب واي الواي مع الواي بتروح بتصير اي قوة 2 واي دي اكس وبعدين هون بدي اضرب بواي بتصير زائد 2 اكس الواي مع الواي بتروح اي قوة 2 واي وهون الاكسبونشال بروح ناقص ايش 1 على واي ان شاء الله الامور هسه بتزبط يا رب قولوا يا رب هسه شو بعمل هون بكامل هاي بالنسبة لشو بقول ام ماي هاي بسميها ام وهاي ان وبكامل هاي بقول ماي اللي هي تكاملها اي قوة 2 واي على 2 والان اكس بشتقها شو مشتقت هاي بالنسبة لاكس اللي هو الثابت اللي جنبه اللي هو كل شيء بدلالة واي اللي هو 2 اي قوة 2 واي شو مشتقت هاي بالنسبة ل اكس صفر حاسس انه في مشكلة عندي انا هون هاي ما طلعوش متساويات مرة ثانية شو الخطأ ثواني مرة ثانية شكله بطلنا نجمع احنا لهون صحيح هون صح هون ناقص هاي بدي اشتق هاي بالنسبة لاكس في اثنين اللي هي صح هاي لعد شو الخطأ هون انا اسف قاعد قسمت على اكس اسف شكلي بطلت اجمع شو مشتقت هاي بالنسبة لواي مشتقت هي نفسها ومشتقت الضرب مشتقت الفوق بالنسبة لواي يعني اثنين وبالتالي متساويات اكزاكت طيب الان بدي اخليك تكمل انت حلها والله يعطيكم العافية